عليكم. كيف كتشوفوا هذا واحد الجانب ديال الوقفه احتجاجيه ديال الطاكسي كبير على القرار العاملي الجديد. هذا الجانب ديال ما عادش نقول لكم. هذا الجهه ديال المحجز البلدي، راه السيارات واصلين تقريبا حتى لباب الماكينه ودايزين في اتجاه ديال الرونبوان ديال عين قادوس. وهذا راه احتجاجات هنايا كيف كتشوفوا السائقين، الكل هنايا عازم باش تحقق الحقوق ديالو. وراه غادي يباتوا هنايا الطاكسيات والشيافر وكل شيء راه غادي يبات في العراء هذه الليله هذه. وشكرا.